بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل في هذا الفيديو الثالث للدالة الأسية، نشوف مساواة التمارين عن مساواة عبارتين أسيتين. يعني يطلبوا منا أن نبين باللي عبارة أسية تساوي عبارة أخرى. هنا طلبوا مني باش نبين ان العبارة هذه الاولى، واحد ناقص اسية ناقص اثنين اكس على واحد زائد اسية ناقص اثنين اكس تساوي العبارة هذه اللي هي اسية اثنين اكس ناقص واحد على اسية اثنين اكس زائد واحد. هنا كيما نحب ننطلق من هذه من الاولى باش نصل الى هذه، او ننطلق من هذا الدوزيام باش نصل الى هذه. يعني عندي لو شوا، ننطلق من وحدة لازم نصيب الأخرى، وهكذا نبدأ. عندنا ننطلق من الأولى، أي واحد ناقص واحد ناقص أسية ناقص اثنين إكس أعلى ماذا؟ أعلى واحد زائد أسية ناقص اثنين إكس. طبق غير الخواص اللي شفتهم في الفيديو اللي قبل هذا، أي واحد ناقص واحد على أسية 2 إكس، لأن أسية ناقص 2 إكس تولي واحد على أسية 2 إكس على واحد زائد واحد على أسية 2 إكس. هنا واش ندير؟ نوحد المقامات، هنا نوحد المقامات وهنا نوحد المقامات. واش تساوي؟ تساوي الواحد لازم يضرب في أسية 2 إكس بيولي المقام تاعه 2 أسية 2 إكس، أي تولي أسية 2 إكس ناقص ناقص الواحد على أسية 2 إكس هكذا، ومن بعد أسية 2 إكس زائد الواحد على ماذا؟ على أسية 2 إكس. ومنه واش تصبح عندي؟ هنا لاحظ كسر على كسر، يعني كما يكون عندي أ على ب على سي على دي، أي يساوي أ على ب في مقلوب الكسر دي على سي هكذا. اذا هنا واش تولي عندي؟ تساوي ماذا؟ تساوي أسية 2 اكس ناقص واحد على أسية 2 اكس مضروبة في مقلوب الكسر هذا اللي هو أسية 2 اكس على أسية 2 اكس زائد واحد. هذه تروح مع هذه، تصبح عندنا أسية 2 إكس ناقص واحد على ماذا؟ على أسية 2 إكس زائد واحد. إذا لاحظ النتيجة وين لحقت؟ لحقت لهذه، أي انطلقت من هذه الأولى ولحقت وين؟ لحقت لهذه، انطلقت منها لحقت هنا. شوف إذا هنا راني صحيح. كاين طريقة أخرى، نوري لك طريقة أخرى ثانية. يعني كل ما يتسنى للأمر أن تبان لي طرق أخرى نوريهم لك إن شاء الله. عندي رعب الأخضر بعد تجيب باينة على الأخرى. عندنا مثلا ننطلق دائما من الأولى اللي انطلقت منها. عندنا واحد واحد ناقص أسية ناقص 2 إكس على واحد زائد أسية ناقص 2 إكس، صح؟ هذه فاش نضربها؟ نضربها في العكس تاع هذه، اي نضربها في أسية 2 اكس على أسية 2 اكس. لاحظ واش تعطينا؟ تعطينا ماذا؟ اي هذا الأسية هذه، لاحظ هذه درك تنضرب مرة في الواحد ومرة في هذه، كيف هذه كيف تنضرب مرة هنا ومرة لهنا. واش تعطينا؟ تعطينا أسية 2 إكس ناقص أسية 2 إكس ناقص 2 إكس، أي طبقت هنا، طبقت الخاصية الأولى، طبقت الخاصية الأولى الضرب. يعني هنا كانت عندي هكا أسية 2 إكس مضروبة في أسية ناقص 2 إكس، طبقت الخاصية الأولى تعطيني النتيجة هذه. إذن ومن بعد واش تولي عندي؟ تولي عندي ثان هذه في الواحد، تولي عندي أسية 2 إكس
زائد أسيت 2x ناقص 2x. ومنهم انتبه هنا واش تولي عندي، لاحظ هنا 2x ناقص 2x هذه واش تولي صفر، اي لهنا تولي عندي أسيت صفر، وهنا هذه ناقص هذه واش تولي صفر، اذا كيف كيف تولي عندي ماذا أسيت الصفر، اي تصبح عندي تساوي أسيت 2x ناقص أسيت الصفر على ماذا؟ على أسيت 2x زائد أسيت الصفر. أسيت الصفر واش هي يا عمي؟ أسيت الصفر هذه واش هي؟ هي تساوي واحد، هي الواحد، هذا أي عدد يساوي الصفر، الصفر يساوي الواحد، إذن تساوي أسيت 2x ناقص الواحد على أسيت 2x زائد الواحد. يعني وين لحقت هنا انه هذه هي هاي هذه طريقة. ننجم تقول لي علاش يا استاذ او ننطلق من هذه، علاش انطلقنا غير من هي؟ روح ننطلقوا منها ان شاء الله، ما كاش مشكل. انجو سيدي ننطلقوا من هذه، ننطلقوا منها صح، عندنا أسيت 2x ناقص 1 على أسيت 2x زائد 1 واش تساوي؟ أو ماشي تساوي، هذه شو واش ندير ديريكت نضربها في ماذا؟ في العكس تاع هذه، في أسيت ناقص 2x على ماذا؟ على أسيت ناقص 2x. لاحظ هنا كاين ناقص 2x، هنا 2x، ناقص 2x 2x، هنا ضربناها في أسيت 2x، هنا نضربها في أسيت ناقص 2x باش تخرج لي هذه، هذا مكان تساوي ماذا؟ كيما درنا من قبل، نضرب هذا في هذه وهذه في هذه، البسط في البسط، المقام في المقام، تصبح عندي أسيت 2x ناقص 2x ناقص أسيت ناقص 2x، لأن ضربت هذه في الناقص واحد تعطيني ناقص أسيت ناقص 2x. إذا على أسيت 2x ناقص 2x زائد، أي هذه في هذه، زائد زائد أسيت ناقص 2x. ومنه انتبه هذه وش هي؟ 2x مع 2x صفر، 2x مع 2x صفر كذلك. إذا واش تصبح عندي؟ تساوي أسيت الصفر ناقص أسيت ناقص 2x على ماذا؟ على أسيت الصفر زائد أسيت ناقص 2x، ومنه تساوي 1 ناقص أسيت ناقص 2x على ماذا؟ على 1 زائد أسيت ناقص 2x. أذكر لحقت وين كنت حاب ولا لا؟ لا هذه يا اخي، هي هذه، يعني انطلقت من هكذا باش لحقت لهذه سي بون صح. نحاول هنا كذلك نبين مساواة هذ العبارتين، عندنا أسيت ناقص اكس ناقص أسيت ناقص 2x تساوي أسيت اكس ناقص 1 على أسيت 2x. نجي ننطلق من هذه، ننطلق من هذه أسيت من هذه باش نصل إلى هذه، باش نوصل إلى هذه، فاهمين؟ إذن واش ندير لهنا؟ عندي أسيت إكس ناقص الواحد على أسيت 2X واش تساوي؟ تساوي هذه كي طلع من فوق واش تولي؟ تساوي أسيت إكس ناقص واحد مضروبة في أسيت ناقص 2X، لأنها راهي من تحت وطلعت. مثلا نقول لك واحد على عشرة أس إثنان واش تساوي؟ تساوي عشرة أس ناقص إثنان، تطلع تتبدل، تبدل أس تاعها. إذا انتبه واش تساوي لهنا؟ بليطو هنا ما نديروش الفواصل مكان له، انتبه معايا كلها فاصل هنا. إذن واش تساوي؟ تساوي أسيت
عند هذه نضربها في الأسية إكس ومن بعد نضربها بالناقص واحد تعطينا أسية إكس ناقص 2 إكس. لاحظ أن نطبقه في الخواص مباشرة. خلاص الفيديو اللي جاز شفنا درنا تمارين على التبسيط وكذا والخواص، خلاص دوك تبدا ديريكت. ومن بعد الفيديو اللي جاي سيبو كاين صوالح نجوزو ما بقاوش نعاودو فيهم كليبي روكي. سيبو ناقص أسية ناقص 2 إكس تساوي ماذا؟ تساوي أسية ناقص إكس، لأن إكس وناقص 2 إكس ناقص أسية ناقص 2 إكس. أسكو هذه ها هي ها هي هي ولا لا لا هذه ولا لا لا ها. يعني انطلقت من هذه باش لحقت لهذه، متفاهمين؟ اذا هنا نشوفوا ثاني طريقه اخرى. ننطلق سيدي درك من هذه، ننطلق من هذه ونشوف أسية ناقص اكس ناقص أسية ناقص 2 اكس هنا تساوي أسية، انتبه معايا، ناقص 2 اكس. كان لي تقول خرجت هذه عامل مشترك، لاحظ في أسية اكس ناقص واحد، في أسية ماذا؟ في أسية اكس ناقص واحد. اضرب هذه أسية ناقص 2 اكس في أسية اكس، تصيبها أسية ناقص اكس، كاينه ولا لا لا؟ تصيبها ماذا؟ أسية ناقص اكس كما درنا لهنا. إذا لاحظ كيفاش درت لها، ومنه هذه واش تولي؟ هذه بالضبط، هذه واش تولي؟ هي واحد على أسية 2 اكس، خي هكا. إذا انتبه كيفاش راح تولي؟ راح تولي تساوي واحد على أسية 2 اكس في ماذا؟ في أسية اكس ناقص واحد. ومنه هنا لاحظ ان الواحد ينضرب في البسط وهذا المقام يضرب في المقام تاع هذا، لانه هنا راهو على واحد نورمالمون، راهو واحد من تحت ما نديرو ما نكتبوش. اي ماذا تساوي؟ تساوي ان أسية اكس ناقص واحد على أسية 2 اكس. اسكو هذه هي واش كنت داير ولا لا؟ لا هذه هي، هذه هاي انطلقت منا هكذا باش لحقت لهذه، انطلقت منا ولحقت لهذه. نزيد لك طريقة أخرى، طريقة أخرى دائما الطريقة من الأولى، يعني نقولوه ديروها بالأخضر باش تجي باينة. أسية ناقص إكس ناقص أسية ناقص 2 إكس، هذه واش نجو نديرو؟ هذه نورمالمون راهي المقام تاعها راهي على واحد، يعني راه واحد ماهوش باين، ماهوش باين صح، مضروبة في أسية 2 إكس كيما درنا. لا أسية ناقص 2 إكس أنا نضربها في أسية 2 على أسية 2 إكس كيما نخدمو مع الجذور في المرافق، تقريبا شفت المرافق تاع الجذور، نضربو البسط والمقام، البسط والمقام تساوي ماذا؟ نضرب هذه في الاولى، يعني هكذا هذه في هذه، ومن بعد نضربها في هذه. اذا واش تعطينا؟ تعطينا أسية 2 اكس في أسية ناقص اكس، هكا باش كاين بلا ربما ما مفهمش قبيله باش نبينو، ناقص ماذا؟ انتبه أسية 2 اكس في أسية ناقص 2 إكس، هكا حتى نبينو الأمور هكذا. وهذه أسية 2 إكس مضروبة في الواحد، هذاك اللي ماهوش باين تولي أسية 2 إكس. ومنه واش تصبح عندنا؟ تصبح عندنا أسية، لاحظ أسية 2 إكس وأسية ناقص 2 إكس واش تولي؟ انتبه مليح لهنا، نجمعو هذو هنايا، تولي لنا ماذا؟ تولي لنا أسية 2 إكس ناقص إكس ناقص أسية 2 إكس ناقص 2 إكس صح. إذا لهنا انتبه أسية 2 إكس ناقص إكس 2 إكس
والناقص اكس، واش تصبح لي؟ تصبح لي اكس 2 اكس وناقص 2 اكس، واش تصبح لي؟ تصبح لي الصفر. هنا تساوي تو سامبلومون ايه، بلا ما ننساو هنا، هاك تشوفاكم نسيتوني، واحد فيكم ما يفكرني، اسي 2 اكس فوالا ها هي. اذا واش تولينا؟ تولينا اسي اكس ناقص اسي الصفر على ماذا؟ على اسي 2 اكس، ومنه تساوي اسي اكس، اسي الصفر هي واحد ناقص واحد على اسي 2 اكس. اسكو لحقت للنتيجه ولا لا؟ لا، كل شيء بالبيان، هاي ليك وهاي وراهي، انطلقت من هذه كذا هاني جاي لهاك، وانظر لحقت لهذه. نزيد ثاني نبين هذه المساواة، عندنا اسي اكس زائد اسي ناقص اكس مربع تساوي اسي 2 اكس زائد 1 مربع على اسي 2 اكس. ننطلق من الاولى هذه اللي هي اسي اكس زائد اسي ناقص اكس الكل مربع، هذه نورمالمون لا راك تشوف فيها راهي على الشكل ا بلس بي او كاري، او كاري اي تساوي ا او كاري بلس بي بلس بي او كاري كيف كيف بلس دو ابي فوالا. اذا هنا ننطلق تساوي ماذا؟ تساوي ا او كاري اللي هو اسي 2 اكس بلس بي دو ابي اللي هما 2 اسي اكس واسي ناقص اكس الأ والبي زائد بي او كاري اللي هو اسي ناقص 2 اكس صح تساوي ماذا؟ تساوي هنا لاحظ نديرو اسي ناقص 2 اكس نديروها على شكل شغل عامل مشترك، انتبه معايا اسي ناقص 2 اكس العكس تاع هذه، دائما ديروا هكذا، ديروا على شكل عامل مشترك باش نصيبوا 2 اكس. واش لازم ندير لهنا باش نصيب 2 اكس؟ لازم نكتب اسي 4 اكس، ايه 4 اكس ناقص 2 اكس نصيبوا 2 اكس، لازم لك تعرف تخمم مليح زائد ماذا؟ اسي 2 اسي ماذا؟ 2 اكس زائد ماذا؟ اسي 2 اكس زائد 1 زائد 1. اذا كاين اللي يقول لي علاه صمنا هنا 2 اسي 2؟ لان هنا لاحظ هنا ديجا هذه تولي لك اسي اكس ناقص الاكس، اي هنا تولي لك اسي الصفر، يعني 2 في الواحد هنا يبقى 2 وحده. كي نجي نضرب هذه الاسية ناقص 2 اكس في الاسية 2 اكس، يعني اسية ناقص 2 اكس في اسية 2 اكس، واش نصيب؟ نصيب تساوي اسية 2 اكس وناقص 2 اكس، يعني تساوي اسية الصفر اللي هي تساوي الواحد. باش نعاود نرجع للاثنان تاعي، لماذا؟ هنايا هذه في الحقيقة هي اسية 2 اكس زائد 2 زائد اسي ناقص 2 اكس، هي هذه انا ما كملتهاش، هي هذه صح. اذا انا نكمل زائد 1 هكذا. هنا لاحظ هذه راهي على الشكل ماذا؟ هذه راهي على الشكل ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري اللي هو الواحد، لانه هنا مضروبه في الواحد اللي هو دو ا والبي، هنا نورمالمون راه كاين واحد اللي هو البي ما نكتبوش صح. اذا ال ا شكون هو؟ يعني هذه واش تساوي؟ هذه تساوي ماذا؟ تساوي ا بلس بي او كاري صح. هنا ال ا شكون هو؟ هو اسي 2 اكس ا او كاري. ا او كاري نقول لك خرجت ديك اسي 2 اكس، ايه نعم، لان اسي 4 اكس تساوي
أسيت ماذا؟ أسيت 2x مربع، هذه هكذا. إذن أ أو كاري، إذن تخرج عندي أ أو كاري هي أسيت 2x. الأ هو أسيت 2x، هذا أ أو كاري، هذا مكتوب ها وراه أ أو كاري. الأ هي أسيت 2x هكذا خرجتها، زائد البي، زائد البي اللي هو الواحد أو كاري، ها هو زائد البي أو كاري. إذن هذه تشوف كيفاش خرجت صح. هنا واش تولي لي؟ يعني هذه ما ننساوهاش، يعني هنا أسيت ناقص 2x أي تساوي هكذا صح. هذيك أسيت ناقص 2x واش تولي؟ تولي 1 على أسيت 2x مضروبة في أسيت 2x زائد الواحد الكل مربع، ها هو هذا الواحد ينضرب في البسط والمقام يروح من تحت، إذن تساوي أسيت 2x زائد واحد الكل مربع على ماذا؟ على أسيت 2x. ها هي عندك، هذه هي، وها هي وراي، انطلقت منا باش نروح لهذه. نشوف طريقة أخرى إن شاء الله ثاني. ننطلق دائما من الأولى اللي هي أسيت إكس ناقص زائد أسيت ناقص إكس الكل مربع تساوي ماذا؟ لاحظ، تساوي أسيت إكس زائد واحد على أسيت إكس الكل مربع. طبقت خواص برك، أسيت ناقص إكس ولات واحد على أسيت إكس تساوي ماذا؟ تساوي أسيت إكس، يعني لاحظ هنا لازم نوحدوا المقامات، هنا هذه لازم نوحدوا لها المقام، ما نخلوهاش هكذاك. مقام تحيولي أسيت إكس، باه المقام تحيولي أسيت إكس نضربوها في أسيت إكس، يعني تولي أسيت إكس مضروبة في أسيت إكس زائد الواحد الكل على أسيت إكس. ما ننساوش باللي هادو كامل راهم مربع صح. تساوي ماذا؟ تساوي أسيت، لاحظ، أسيت 2x زائد واحد مربع، مربع على ماذا؟ على أسيت 2x، ها هي على أسيت 2x. إذن وهذا هو المطلوب مني، ها هي أنا خرجت في هذه نفس الشيء. نكملوا ثاني هنا، طلبوا مني نبين المساواة هذه، أسيت إكس ناقص أسيت ناقص إكس على أسيت إكس زائد أسيت ناقص إكس تساوي أسيت 2x ناقص 1 على أسيت 2x زائد 1. ننطلق من الأولى، أي أسيت إكس ناقص أسيت ناقص إكس على ماذا؟ على أسيت إكس زائد أسيت ناقص إكس تساوي ماذا؟ نخرج أسيت ناقص إكس عامل مشترك، نخرج أسيت ناقص إكس، نخرجها عامل مشترك أسيت ناقص إكس، انتبه في باش نصيب أسيت إكس فاش نضربها ناقص إكس، نضربها في أسيت 2x باش تولي لي 2x ناقص إكس، نخرج لي في الإكس هذا. هنا باش نصيب أسيت ناقص إكس نضربها في الواحد، هذا مكان. هذه كيف نضربها في أسيت 2x، هنا نضربها في الواحد زائد واحد. هذه هاي راحت مع هذه، واش بقى لي؟ تساوي أسيت 2x ناقص الواحد على أسيت 2x زائد الواحد، وها هي عندك. واش المطلوب مني؟ نشوف طريقة أخرى ثاني، ننطلق ثاني كيف من الأولى، أسيت إكس ناقص أسيت ناقص إكس على أسيت إكس زائد أسيت ناقص إكس
نضربها في ماذا؟ في أسية إكس. هنا عندي أسية ناقص إكس، نضربها في أسية إكس. على ماذا؟ على أسية إكس. لاحظ، تساوي ماذا؟ تساوي أسية إكس في أسية إكس ناقص أسية إكس مضروبة في أسية ناقص إكس. يعني ضربتها في هذه وبعد في هذه، على ماذا؟ على أسية إكس في أسية إكس كيف كيف، زائد أسية إكس في أسية ناقص إكس. فوالا. أولا لاحظ باللي هنا تولي عندي هادو ديجا، هادو هنا هادو زوج يولو أسية إكس ناقص إكس، ومنو تولي أسية صفر. هنا هادو كيف كيف كيما هذه تولي أسية الصفر، صح. هادو يولو أسية، لاحظ أسية 2 إكس، هذه تولي أسية 2 إكس، هذه كيف كيف تولي أسية 2 إكس، ومنه وتصبح عندي يساوي أسية، يساوي أسية 2 إكس ناقص أسية الصفر على أسية 2 إكس زائد أسية الصفر، ومنه تصبح أسية 2 إكس ناقص 1، لأن أسية الصفر هي الواحد، على أسية 2 إكس زائد الواحد، وهي اللي طلبوها مني هي هذه. ها هي وين راحي؟ ما تفهمين؟ تقدر تنطلق من الثانية اللي هي أسية 2 إكس ناقص 1 على أسية 2 إكس زائد 1، تضربها في هذه في أسية ناقص إكس، أسية ناقص إكس على أسية ناقص إكس، تخرج في النتيجة هذه، تخرج في النتيجة هذه. وأنا نقول لك قاع الفترك سيدي نطبق الخواص وخلاص. هاي طريقة أخرى نطبق الخواص، أسية إكس ناقص أسية ناقص إكس واش هي؟ هي واحد على أسية إكس، تو سامبلومون، ما نحاولش نفهم، طبق الخواص وخلاص. أسية إكس زائد واحد على أسية إكس. هنا واش لازم لي؟ لازم لي نوحد المقام تاع هذي ونوحد المقام تاع هذي، صح. تساوي ماذا؟ تساوي ماذا؟ أسية إكس في أسية إكس ناقص واحد على أسية إكس. هذه كامل لا تلفت لك، طبق الخواص بونسيتو على أسية إكس مضروبة في أسية إكس، لأن هذه المقام تاعها راهو واحد، يلزم يضرب في أسية إكس باش يولي المقام تاعها أسية إكس، هي ثان تنضرب يعني كيما يضرب البسط يضرب المقام، زائد واحد على أسية إكس، ومنه واش تصبح عندي؟ أي نضرب في مقلوب الكسر، تساوي أسية 2 إكس ناقص 1 اللي هي هذه على أسية الإكس مضروبة في أسية الإكس، على ماذا؟ أسية 2 إكس زائد 1. هذه راحت مع هذه وهذه راحت مع هذه، إذن تساوي أسية 2 إكس ناقص، عفوا مشي، عفوا، ناقص الواحد على أسية 2 إكس زائد الواحد. ها هي وين راحي؟ الآن نختم هذا الفيديو بهذا التمرين. واش كنا نشوفوا المساواة كذا في البكالوريا؟ مش راح يحط لك زوج مساواة ويقول لك بين باللي، لا ربما يجيك على الشكل هذا، أسئلة تجيك على الشكل هذا في البكالوريا. قال لك لتكن دالة اف المعرفة على ار ب اف دو اكس يساوي اسية اكس ناقص واحد على اسية اكس زائد واحد. السؤال الاول قال لك بين من اجل كل اكس من ار ان اف دو اكس يساوي واحد ناقص اسية ناقص اكس على واحد زائد اسية ناقص اكس. لاحظ كنا نجمو بين باللي هذا العبارة تساوي هذه، بصح شو السؤال كيفاش جا؟ بين باللي اف دو اكس تساوي كذا. اذا احنا هنا واش نديرو؟ السؤال الاول لاحظ عندنا اف دو اكس، اف
دو إكس واش تساوي؟ تساوي أسية إكس ناقص الواحد على ماذا؟ على أسية إكس زائد الواحد. بيم بلي تساوي أسية بلي تساوي هذيك، فهمت؟ بلي تساوي هذه. إذن احنا ننطلق من هذه، ننطلق من هذه. لاحظ أننا هنا عندنا أسية ناقص واحد، نديروها ك نخرجوها كعامل مشترك كما كنا درنا من قبل. أسية ناقص إكس عفوا في ماذا؟ هنا باش نرجعوا نديروها، لماذا؟ لأن أسية ناقص إكس تختلف عن الصفر، لذا نضربها في أسية إكس ناقص واحد. وهنا كيف كيف يعني هذه كامل، أو بالأحرى ندوها بهذه الطريقة. أصبرتوا، انطلقوا من هذه باش تفهم مليح كما كنا درنا من قبل. يعني هذه مضروبة في ماذا؟ في أسية ناقص إكس على أسية ناقص إكس، هكا باش تفهم كما درنا سابقا. ومنه واش تولي لي؟ هذه في هذه وهذه في الواحد وهكذا، أي أسية ناقص إكس في أسية إكس ناقص أسية ناقص إكس على ماذا؟ على أسية ناقص إكس في أسية إكس زائد أسية ناقص إكس، أي تصبح تساوي أسية إكس ناقص إكس ناقص أسية ناقص إكس على ماذا؟ على أسية إكس ناقص إكس زائد أسية ناقص إكس. هنا انتبه، عندي هنا إكس ناقص إكس وهنا إكس ناقص إكس، إذن ومن هذه الصفر وهذه الصفر، نخرج بأسية صفر وهنا بأسية صفر، يعني تصبح تساوي ماذا؟ تساوي أسية الصفر ناقص أسية ناقص إكس على ماذا؟ على أسية الصفر زائد أسية ناقص إكس. ومنه مادام أسية صفر تساوي واحد، واحد ناقص أسية ناقص إكس على ماذا؟ زائد أسية ناقص إكس. هذه ولا مشي هذه؟ إذن سيب راني لحقت للنتيجة التاعي اللي هي المطلوبة مني، هي هذه، وبينت باللي تساويها. هنا كل تمرين رانا درناه بالأدلة باللي تصيب واش كان، أي باين أمور واضحة الحمد لله. إذا صرا خطأ يصرا سهو فقط. السؤال الثاني، كل لربما راه يشوف فيه كل جبل، ما هو لو حاجة سهلة؟ أي قال لك بين من أجل كل إكس من آر أن اف لاثنين إكس تساوي اثنين اف إكس على واحد زائد اف لإكس كل مربع. ننطلق من هذا العبارة، ها هو من هذه الاثنين عفوا الاثنان اف دو إكس على ماذا؟ على واحد زائد اف دو إكس الكل مربع تساوي الاثنان اف دو إكس. وراي العبارة ها هي هذا مكان، هاي تساوي اثنان في أسية إكس ناقص واحد على ماذا؟ على أسية إكس زائد واحد. ها هي في بلاس الاف دو إكس، هاي عوضت هذا مكان، هاي الاف دو إكس عوضت القيمة تاعها هنا في بلاس تاع سيتو، هذا مكان ها هي على هنا واحد. انتبه، واحد زائد ماذا؟ زائد كيف كيف في بلاصة ال f دو x نعوض قيمة f القيمة تاعها أسية x ناقص واحد على أسية x زائد واحد، هذا الكل مربع. هنا تبدأ الخدمة، منا واش قلنا؟ تبدأ الخدمة هذيك باش نرجعها، نرجعها على الشكل التالي، اثنان في اثنين عفوا أسية إكس ناقص واحد على ماذا؟ على أسية إكس زائد واحد على واحد زائد، لاحظ على رجعت هكا، أسية إكس ناقص واحد مربع هذه على أسية إكس زائد واحد مربع.
هنا واش ندير؟ هنا نجي على رجعتك غير باش نوحد المقام تاع هذا المكان. اذا واش تولي لي؟ قلنا نوحد المقامات تولي لي على الشكل التالي، تولي تساوي اثنان في اسيت اكس ناقص واحد على اسيت اكس زائد واحد. على ماذا نوحد المقام؟ لازم الواحد يضرب في اسيت اكس زائد واحد كل مربع، يعني تولي لي اسيت اكس زائد واحد الكل مربع، هذه اللي انضربت في الواحد، زائد ماذا؟ زائد اسيت اكس ناقص واحد الكل مربع. الكل هذا بوشك وحدنا لهم مقام يجو على اسيه اكس، وحذر غير بالعقل لان الاسيه في هذا بزاف لا بالك تتلف لك، ولا حذر روح غير بالعقل. هنا لاحظ معايا باللي هذه راهي على الشكل ماذا؟ على الشكل ا بلس بي مربع، وهذه كيف كيف راهي على الشكل ا بلس بي مربع. واش نجو ندير؟ اي تساوي ماذا؟ هذا الاثنين ما نبقاوش مخلينه هكا يتكركروا، راه هذه نضربوها في البسط ونريحوا. عندنا اثنان في اسيه اكس ناقص واحد على ماذا؟ على اسيه اكس زائد واحد. صح، انجو نخدمو الخدمة الاولى ا بلس بي او كاري، تعطينا اسية 2 اكس زائد 2 ا بي، 2 اسية اكس لان الواحد ما نكتبوش زائد واحد، هذه الخدمة الاولى. نزيد نجو للثانية، اسية اكس ناقص واحد مربع تعطينا اسية زائد اسية 2 اكس ناقص اثنان اسية اكس ناقص اثنين ا بي زائد واحد. هاني فريتها لهنا، ما ننساوش المقام تاعها على اسية اكس زائد واحد الكل مربع، الكل مربع. ديجا لهنا راحت زائد اثنين اكس زائد 2 اسية اكس وناقص 2 اسية اكس، هذه راح تتهنى منها. سي بون صح. واش يبقى لي؟ تبقى لي شوف صفحة جديدة لانه البلاصة ما تكفيش. تبقى لي ماذا؟ تبقى لي 2 اسية اكس ناقص واحد على ماذا؟ لتحت بقاو لي كيما اختزلت، بقاو لي 2 على عفوا على اسية اكس زائد واحد على هي هذه تساوي على 2 اسية 2 اكس زائد 2 على المقام تاعها اللي هو اسية اكس زائد واحد الكل مربع. انا نضرب في المقلوب، يعني نضرب في ماذا؟ في مقلوب الكسر كما هذه. هنا شوف هذه ما تخليهاش هكا، هذه عاود اكتبها على الشكل نخلو 2 2 كما قلت لك فيما سبق، دير على الشكل اثنان في اسية 2 اكس زائد واحد، يعني هنا هذه اكتبها لنا هكذا، ما تخلي 2 2 ديرها هكذا وخلاص. اي تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا اثنان في أسية إكس ناقص واحد على ماذا؟ على أسية إكس زائد واحد مضروب في المقلوب تاعها، أي أسية إكس زائد واحد أس اثنان على ماذا؟ على اثنان في أسية 2 إكس زائد واحد. هنا واش نديرو؟ انتبه هنا جا فيها الاختزال، الاثنان هذه تروح لان كان غير الضرب نقدر نختزل. عندنا هذه اسية اكس
زائد واحد تروح مع واحدة من هذا، يعني هنا تبقى واحد تروح مع واحدة من هذا، ومنه واش تصبح أنت تساوي، انتبه غير بالعقل ما تتقلقش، تساوينا أسية إكس ناقص واحد، عفوا أسية إكس ناقص واحد في أسية إكس زائد واحد على ماذا؟ على أسية اثنين إكس، ها أسية اثنين إكس زائد الواحد. أنا واش عندي الفوق؟ انتبه مليح، لاحظ مليح، لاحظ عندي أ موا بي، ها انتبه في أ بلس بي، في أ بلس بي، عفوا القلم الإلكتروني منين ذاك يتبلوكا. هنا أ بلس أ موان بي في أ بلس بي واش تعطينا؟ تعطينا أ أو كاري موان بي أو كاري. إذن الأ أو كاري هو أسية إكس أو كاري، يعني تعطينا تساوي هاي أ أو كاري موان بي أو كاري اللي هو الواحد على أسية اثنين إكس زائد واحد، تساوي تولي لنا أسية اثنين إكس ناقص واحد على أسية اثنين إكس زائد واحد، وهذه واش تساوي؟ تساوي إف لاثنين إكس، تساوي لنا إف لاثنين إكس. لماذا؟ لأن إف لإكس تساوي أسية إكس ناقص واحد على أسية إكس زائد واحد، إف لاثنين إكس ما عليا إلا نعوض اثنين إكس في بلاس تل إكس، تولي أسية اثنين إكس على أسية اثنين إكس، وهكذا. إذا خرجت في النتيجة تاعي، واش طلبوا مني حاجة سهلة بعد ما وحدت المقامات إلى آخره. إذن هكذا أعزائي الطلبة ننتهي من هذا الفيديو، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.